خلينا نرجع هنا. الظاهر يبغي كلاس ثاني، لأن ليش؟ هنا الكلاس بيكون مختلف، حتى شنو ما في يعني، ما قال لي النيم ولا هاي، قال لي رايت جافا static method find accept parameter array list of string. زين ما يبغي انه يكون نوعيته نفس هني كلاس، يبغي لا الحين بروحه خلاص. تمام، فالحين بننتقل حق كلاس ثاني، بنشوف شنو بنسميه. هاي خلاص هني خلاص سو كلاس ثاني بنسميه مثلا خلنا نقول array 2. وبعد بنسوي لنا method اقصد main. demo array 2 نبي نخلي لنا main. خلينا نشوف شنو من الميثودات اللي نقدر نسويها. قال لي write static method، خلينا ناخذها كوبي هناك وكمل عليها. زين لا انسى هاي بعد 7.4. اوكي رغم هاي وايد سوينا منه فاوكي عادي اعتقد سهل عندكم. بنقول له public static شنو يرجع في النهاية index. اوكي فبيكون نوعيته شنو integer. زين integer بعدين اسمه شنو اسم الميثود name find. اوكي ياخذ as a parameter شنو list of string. بنقول string array list. اوكي وهني اعطاني error حاليا، لان ليش ما عندي return فبقول zero. وهني بخلي لي find بس عشان ما يشبك ويا مثل الثاني. زين خلينا نشوف. اوكي بس ندور في خلينا نشوف لحظه accept list of array and string name. بيستلم شغلتين، بيستلم بعد name. اوكي هم array هم name. هني string وهني نقول له name. خلا خليهم في سطر واحد عشان يبان ازيد، اعتقد ما بيمدي. خلا ناخذ هاي ونيبه هني. اوكي بس first occurrence يعني اول صدفة، اول ما يحصل الاسم حتى لو متشابه من اثنين او ثلاثة اول واحد هاي معناته. اوكي فشنو بنقوله؟ بنقوله for انتجر. دائما في الاري شلون بيكون السيرش فور واف، فور واف دائما. اوكي اذا كان 2 دايمنشن 2 4 واف على حسب يعني 0 اي اصغر من list dot length اي بلس بلس. اوكي هاي الفور مالي، حط لي قوس احتياط، هو يمكن ساعات ما احتاج القوس حتى لكن احتياط. شنو بقول له؟ بقول له if list i dot لا ما يحتاج dot لان هني بس هو عبارة عن string. زين فهني شنو بيكون؟
بنقارنه ويا النيم. هو لان سترينج مفترض ما نخليه ايكوال ايكوال، غلط. اوكي فلازم نقول له دوت ايكوالز. اوكي شوف هنا كل مثلات السترينج طالعه، لان ليش الاري هو نوعيه سترينج. وعلى فكره السترينج هو عباره عن اري اوف كاركترز. اوكي هنا نبغي ايكوالز، نبغي equals، وهنا نخلي شنو name. ليش ما نخلي equal equal؟ لأن شنو بتشيك الميموري ادرس مالهم إذا متشابهين أو لا، فممكن يسوي لي error. إذن في حال حصل النيم مفترض شنو نقول له؟ سيدا نقول له return i وبس. أنا zero بحاول أشيلها لأن ليش تعتبر index لا، فبخلي minus one. في حال ما حصل يعطينا شنو؟ minus one. اوكي فخلينا نروح الحين حق المين نسوي لنا اري. اوكي نقول له string بسمي names مثلا equal، وهني بحط لي اسامي ونسيت الاري كالعادة. زين هالايرور رد مفيد انه شنو يراويني شنو الاشياء اللي نسيتها. اوكي فالحين بنروح حق الكلاس اللي سميناه اري 2 ونقول له دوت فايند، ونعطي شنو؟ نعطي الليستة بالاضافة الى النيم. النيم خلينا نقول مثلا نور، بنعطيها يعني لازم يكون كسترينج. اوكي بنشغل البرنامج، خلينا نشغله من هني بالغلط ضغط على الثاني مو مشكله. ليش ما اعطاني ما طبع لي الهاي؟ لانه ما خليناه داخل سيستم دوت اوت. اوكي لازم نخليه داخل سيستم دوت اوت عشان يطبع لي الرقم، لان هاي انواع ريتيرن. اوكي اعطاني 1، لان ليش اذا نروح حق الاندكس هني نشوف الاندكس 0 1 2. اوكي هاي هو الاندكسات، فاعطاني 1. لو مثلا اقول له احمد لازم يكون نفس السبلينج، ها اذا حرف واحد غير بيعطيني شو اسمه 2. اوكي وهاي السؤال خلصناه. خلينا نروح حق اللي عقبه بعد سيرش. زين قال لي هالمره سيرش برايم ذات اكسبت باراميتر اري نمبر اوف انتجر اليمنت ذات ريتير ذا اندكس اوف ذا لاست برايم نمبر ان ذا اري. برايم يعني عدد اولي، الاعداد اللي يعني ما لها ما تستوي بالضرب، مثلا 1 2 3. اوكي انه ما تستوي بالضرب وما لها مجموع ضرب شيء كذي، هاي الاعداد الاوليه. اوكي كتبنا الميثود الحين، خلينا بس ناخذ مثال على برايم نمبر في جوجل نشوف.
زين هالاعداد البرايم اللي هو 2 3 5 7 11 وكذا يعني. زين خلينا نشوف شلون بنسوي له المعادله هاي. نفس الطريقه بنبتدي public static integer لأنه بيرجع لي الindex integer, بعدين اسم الميثود search prime, اتوقع البرايم لها معادلة عشان نعرف الرقم برايم ولا لا. اوكي اعتقد مضاعفات فاكتوري فيها قاعد اشوف المعادله. خلينا نشوف الحين بنكتب بي ان شاء الله بي في بالنا ان شلون نحلها. زين فبنخلي اري خلينا نشوف شنو كان اكسبت اري. اوكي نيم نمبر بس, فنقول له هني انتجر قوس نمبر اوكي صح الحين تذكر. زين كتبتي المعادله فاوكي الحين اوكي عرفنا شو اسمه المعادله مالتها انه ما تنقسم الا على نفسها وعلى على الواحد. تمام زين عرفنا المعادله فاوكي نقول له 4 انتجر I equals 0 I less than number يعني numbers بالاس هو حاطه بنحط نفس الاسم يعني I plus plus وهني لا ننسى دوت length. اوكي بعدين نحط if. الحين الاف مثل ما شو اسمه مثل ما كتبته انه ما ينقسم الا على نفسه وعلى الهاي. شلون بنعرف انه شنو ما يعطينا بوينتس. خلينا نشوف شلون بنفكر فيها. زين هاي الاف مالنا هني النهايه يبقى اكبر واحده فيهم فيعني لازم نسيف انتجر برايم خلينا نقول وال 0 وكساعة بنغير ليه في النهاية. ليش ما اعطاني ايرور غريبة ايرور مال مشغول في ساعات اذا صايد ايرور ما ينتبه حق الايرور الثاني. هاي مال شنو مال اف ما اعتقد نحتاج كوس لا ما بيحتاج. هني مال شنو هاي مال ميثود. زين الفور نقدر نخليه بدون قوس بس خلنا نخليه قوس افضل فور. وهني
نقول له شنو search prime هاي شنو هاي شكل تكملة السؤال ولكن قصيناه بالغلط وهني خلينا نحط كلاس عشان ما نتخربط زين المعادلة مالتها شلون لازم تكون خلينا نشوف طبعا بنحتاج numbers المعادلة بتبتدي بهالطريقة اوكي زين شلون اتشيك اعتقد لازم احط كذا رقم خلينا نشوف شلون نقدر نتشيك نقدر نستغل كلاس ماث خلينا نشوف ممكن كلاس ماث يفيدنا في شيء اذا احد منكم عنده فكرة شلون تشيك خليه يكتبها نشوف على شنو لازم نحطه لازم نحطه بس ينقبل على على نفسه وعلى الهاي فكر فيها شلون لان ليش انا شنو قاعد افكر اقول اي ارقام نخلي لها اوكي اوكي خلينا نشوف اذا نقدر نسوي لها معادلة بنحتاج لوب ثاني اذا معادلة بنحتاج لوب ثاني زين اوكي بنسوي لها هالحركة بنخلي لوب ثاني بنقول له 4 بنخلي من 1 ل 10 اوكي لان او من 1 ل 9 تمام بنقول له انتجر جي ايكوال 1 بعدين 1 less than 10 عشان نخلي له 9 بعدين نقول له سوري مو 1 جي بنخلي كل مرة يقسم اوكي بيقسم اذا انقسم على الجي بدون ما يعطي ايرور معناته النهاية لازم الكاونت يصير مرتين بس اوكي في حالة انه كان نفس الرقم اللي موجود نخليه شو اسمه انه ينشطب زين فنقول له مود جي لان نبي نعرف في متبقي ولا لا ايكوال زيرو لا الاوكي الواحد اوريدي قلنا ينقسم لا فنبتدي من اثنين اول شيء خلنا نقول ان اي وهاي لازم ما يكونون نفس الشيء زين اي وجي مفترض ما يكونون نفس الشيء هاي اول خطوه بعدين اند الحين نقسمهم ناخذ هاي لهني اذا اي واحد منكم يفي باله الجوريثم اسهل خليه يخبرني فبنقول له نمبر اي مود جي equal equal 0 لحظة خلينا نشوف وهاي المفترض الالجوريثم ولكن ممكن نغيرها خلينا نشوف اذا قلنا ما يساوي ال i ما يساوي ال j اوكي هاي لازم عشان ما ينحسب اذا ظل صفر اذا ظل الكاونتر برايم صفر معناته انه اوكي تمام افترض يظل صفر البرايم بلس بلس اذا ظل صفر يعني ان الرقم مو برايم خلينا نشوف النهايه شنو يقول لي يقول لي ريتين ذا لاست نمبر بعد باللاست اكبر واحد فيهم شغله اذا ما في معادله بارزه شغله تتعقد زين نبي أكبر واحد فيهم أكبر واحد فيهم اللي هو بيكون شنو بنحط else لا else ما بينفع هني
الاسلام بتسويه، بنقول له الله يسامحهم، يقول انه شيء معقد. مشكلة مو معقد، انه ما في معادلة. اذا حاطين وياها المعادلة تصير سهلة، يعني مو وياها معادلة تعال انت فكر في المعادلة. ازاي؟ فشنو بنقول له؟ بنقول له بنحفظ البرايم، الرقم اذا كان برايم ما بنخلي هاي، بنحط كاونتر ثاني، بنحط كاونتر ثاني بنسميه از برايم. اوكي، اذا از برايم بنحفظه في البرايم، بعدين بنقارن هل اصغر ولا لا بنغيره، وكل ماله كذي. اوكي، از برايم نسميه. ممكن يكون في الجوريثم اسهل، ولكن حاليا تدرون على عجله الواحد يفكر ساعات ما يحصل الشيء اللي يبغيه. زين، بنحطه هني از برايم، وبعدين هاي شكله بنسوي تيست عليها، انه بنشيك انه بيصير ولا لا، بنخلي اف ثاني. زين، هاي في لوب السريع، اوكي ما بنحتاج. اوكي، هاي اللوب السريع، اوكي نقول له انا ليش نبغي بس يعد على هاي. احنا شنو بنقول له؟ بنقول له اف is prime، لازم الشرط الاولي is prime يكون equal equal zero، هاي اول شرط. بعدين and اوكي هاي لازم نخليها، اعتقد نخليه بروحه احسن. نقول له هني بس عشان الفكرة توضح، بعدين إذا نقدر نخليهم ويا بعض بنخليهم هني. خلنا بحط هني A4 فيهم 4G. هني بيكون شنو؟ بنقول له prime equal i. زين، فالرقم i عرفنا انه prime 100%. بعدين بنشيك، بنقول له كذي مشكلة بيسوي لي سالفة، ما ينفع. بنحط شو اسمه كونديشن ثاني. خلينا نجرب هالكونديشن ممكن يشتغل. نقول له برايم اصغر من نمبرز اي، اعتقد كذي ان شاء الله. يعني على هالاساس لازم هني، ليش ايرور؟ لانه قال لي شو بيرجع، هو بيرجع رقم. زين، اخر شيء لازم يرجع لي برايم، ريتيرن برايم، هاي اخر شيء، هاي برا اللوب اي. خلينا نشوف ان شاء الله الالجوريثم صح، ان شاء الله بنشوف. هو الشيء الحلو ساعات ان نسوي اغلاط عشان نتعلم، ونتعلم شلون نسوي تيست. يعني ساعات يجي لي شيء كذا معقد ما عندي المعادله، فانا افكر احاول احلل بعدين اسوي لي تيست. فشنو بنقول له؟ بنقول له انتجر برايم نمبرز اري ايكوال خلونا نحط ارقام برايم اللي هو 1 وش اسمه. اعتقد سويت غلط هني، مفترض كنت اخلي اللوب من 1 بس بينقسم عليه اوريدي. اوكي اوكي لا اوكي اوكي إذن خلنا علشان نشيل هالاحتمالية نحط 4 5 7. مفترض 7 يكون البرايم مالي أكبر برايم فيهم. نقول system dot out ray tube
سيرش برايم ونعطيه البرايم بارس نشوف شنو بيطلع لنا. ممكن اذا ما طلع 7 يعني عندنا غلط. هو طلع 0 اصلا. خلينا نشوف شنو قاعد يصير. اذا اعطانا 0 هاي بادرة خير. خلينا نشوف شنو قاعد يصير بالضبط. احنا هني عرفنا اوكي هاي الاف هني اوكي. خلينا نشوف كم صار شو اسمه از برايم هني. واكيد ما ابي لكم شيء معقد كذي، ولكن انا شنو ابيكم تستفيدون شلون تسوون تيستينج اذا عندكم غلط او شيء، شلون بسوي تيست بفحص وين ادور شنو اكتب بهالطريقه. اول شيء نبي نعرف كم بيعطيني از برايم. اوكي ثاني شغله نبغي البرايم نفسه، انا بحط هنا از برايم، برايم نفسه كم بيكون. في كل مرة زين خلينا نشوف إذا برايم صار أول مرة. شباب الغلط مالي شنو؟ إن إذا برايم مو قاعد يصير له أبديت. أوكي فإذا برايم مفترض يكون داخل اللوب، كل ما يطلع من مرحلة يتصفر مرة ثانية. لأنه شنو شوف هني أول رقم عندي 2، رقم مفترض يكون برايم ما قاعد. هاي أول مشكلة حصلناها اللي هو شنو لازم يتصفر داخل اللوب. انتجر برايم كوال زيرو، كل ما يطلع من المرحلة خلاص إنه يتصفر. خلينا نشوف الحين أعطاني 3، ليش ما أعطاني 7؟ ولا 7 مو برايم؟ أنا أتوقع برايم. اعتقد برايم، ايه 7 برايم صح 7 زي ما عليه. خلينا نشوف ليش اعطانا 3. از برايم 0 اوكي از برايم 0. خلينا نروح حق المعادله هني 0 وين حطيناها اول شيء. خلينا نشوف طلع اول مره اوكي 0 وبرايم ما تبدلت ليش؟ أصغر. خلنا نعكس هالإشارة خلنا نشوف هل ممكن مشكلة من الإشارة. نفس الشيء عشان الواحد ساعات يتخربط بنحط نمبر هني في حالة إن هاي أكبر من برايم. برايم يساوي اي وسوري ما يساوي اي شباب يساوي نمبرز. انا اقول 3 صح يعني المعادله مالتنا، لان شوف هني الاندكس هني 3 المعادله صح ولكن قاعد يعطيني الاندكس. اوكي شوفوا شلون تستنج وايد مفيد ان شلون اعرف، ودائما يصير لي نفس الاغلاط. نمبرز اوكي وهني نفتح الاندكس وبس. الحين مفترض يطلع لي 7، طلع لي 7 ليش؟ لان خليت الرقم، مفترض اخلي الرقم. فان شاء الله معادلتي صحيحه ما فيها خلل. خلينا نحط 1 نشوف هل بيسبب لي خلل فيها ولا لا، بس اوريدي يعني الواحد مو مهمه. ايه نحط 11 نشوف. تمام المعادلة الحمد لله ماشية صح، حتى الواحد حسبها اوكي. زين معادلتي صحيحة. شوفوا يوم اسوي تيستينج اعرف شنو المشكلة. ولا تنسون هني بيكون اندكس، تعاملوا ويا الاندكس. حلينا هالسؤال بعد خلاص ان شنو المعادلة اللي خليناها. اول شيء خلينا لوب ثاني اسرع علشان شنو نقسم، وخليناه كجي يقسم على شنو الأرقام. إذا قسم وأعطانا صفر بيزيد هني is prime.
اوكي مفترض هنا اكتب is not a prime. not a prime احسن لان اذا زاد عادي احس نفس الشيء. اوكي فاذا زاد يعني هالرقم مو برايم. هنا خليناه شرط انه لازم يكون صفر. بعدين شنو قلنا؟ قلنا اذا في حاله النمبرز اكبر من البرايم اوكي فغيره. تمام فغيره واخر شيء صار برايم. اوكي فهاي هو نقدر بعد شنو اذا ما نبي نكتب بهالطريقه نقدر نخليها كذي وني هني نقول له numbers ونخلي هني البراميتر. هاي عندي طريقه وذاك الطريقه يعني الطريقتين اوكي. انا اشوف ذي يمكن اضبط الواحد ما ينسى يمكن هاي اضبط. زين يصبح حق هالسؤال خلينا نروح حق اللي عقبه. عندنا 5 array with method write a java static method name fun that accept a parameter name art of double elements and procedure and return another array name arc such as. تمام سهل هالميثود سهل بناخذ نفس الارقام من 9 ل 10 بعد. زين خلينا نكتب السؤال. اوكي public هني static بعدين شنو اسم الميثود قال لي fun ويرجع شنو في النهاية double return another array رجع لي array اوكي من نفس النوع. عيال خلنا نشوف another array عاد شنو بتكون double اوكي نوعيتها double ولكن array مو double عادية double array اسمها fun اوكي. شنو بيستلم بعد بيستلم error array فهني شنو بنقول له double array وهني بيكون عندي شنو اسمه اعتقد كان art اعطانا error حاليا لانه ما في ما رجعنا array فبنسوي لنا array double نسميه arc اعتقد كان ايه arc السايز ماله بنخليه بالضبط نفس السايز مال الارت اوكي بنقول له new new double ونخلي داخله هاي art dot length اوكي. زين شنو يبغي مني؟ يبغي اذا حطيت اذا الاي كانت اود اقص القيمه بالنص واخليها في الهاي واذا كانت ايفنت يدبل اوكي. فشلون بنقدر نسويها؟ سهله بس قبل هاي خلينا نشيل الايرور هاي نقول له ريتير ار هذه ارك نحتاج عيل ميثود بعدين يشغل لنا يسوي لنا ذي. خلنا نسوي بعد ميثود برنت عشان نقدر نشوف شنو اللي صاير. نقول public static void print عشان بعدين نقدر نشوف شنو داخل الاري شلون صار وكذي وبيستلم اري. للاسف حاليا بسوي برنت بس بسوي دبل ولكن مفترض بعدين بتتعلمون ان تسوون اري مشكل اي نوع من الاري اخليه عادي دبل سترينج اللي هو بسميه ليست مثلا
بقول لها فور انتجر اي equal زيرو اي لس لس دوت لينث بعدين اي بلس بلس ماني شنو بقول له بقول له اف لا اف ما نحتاج لان هاي برنت بس سيستم دوت اوت نخليه يطبع الليست ليست اي ونخلي بعد شنو باك سلاش تاب علشان يكون مرتب بنشيل هني برنت لاين علشان ما يلصق نقدر نخلي بعدين برا على الهاي برنت لاين وحده علشان ما اذا في كلام ثاني ما يصيرون كلهم في نفس سطر واحد زين هاي نسبح حق البرنت اي مره قال لي رجع لي اري فلازم يكون عندي ميثود برنت عشان اقدر اشوف شنو اللي صار زين الحين نقول له فور انتجر اي equal 0 i less than art dot length بعدين i plus plus any 4 اعتقد هالميثود وايد سهل فكرته سهلة يعني زين شنو بنقول له بنقول له اف اي مو 2 equal 0 هاي ايفنت لا خلينا نحط الاود اول وال2 شنو بيصير هني بنقص الاليمنت بالنص بناخذ الاري الثاني اللي هو ارك اي ايكوال ارت ونخلي هني القوس اي ديفايد باي 2 اوكي شوفوا انا كتبت الكونديشن مره واحده لا فالمره الثانيه ما احتاج ارد اكتب بس اذا بقول له else لان ليش يا زوجي يا فردي ما عندي خيار ثاني يا زوجي او فردي ما في خيار ثاني زين فبعدين شنو بقول له باخذ بالضبط نفس الكونديشن هني وبخليه هني وهني من مكان اقسمه اضرب تمام وبس اشغل المثل اعتقد بس ان شاء الله يعني ما في شيء ثاني زين بنسوي لنا ارقام نشوف شنو كان الليسته اللي استلمها كانت دبل كانت دبل اوكي دبل سمي بعد فان ايكوال خلينا نحط نفس الارقام اللي هم حاطينها في السؤال عشان نشوف اللي هو 1 2 3 الى 10 اوكي زين و بعدين شنو بنقول له بنستخدم print method مالنا print عشان نقدر نشوف شنو صار في الاري نقول له array2.print بعدين شنو بنخلي هني بنخلي الميثود ذاك الثاني علمتكم طريقة الاختصار هاي صدق مملة ولكن يعني احسها اسرع بنخلي هني داخلها شنو فن يا خلا اغير اسمها احس بصيتكم خربطة فان وفان نقول له list فان كذي يمكن اوضح خلنا نشغل البرنامج الحين ونشوف هما كانوا تحت بعض اوكي ف اول واحدة لازم تكون نص شكلي عكس المعادلة عيب ايه عكس المعادلة اوكي
أكست هني هني يكون ضرب. بس غريب هو شنو قال هني؟ قال لي هاف في شنو في الأود. خلنا نشوف مرة ثانية. والله هو شكله عكس المعادلة. نشوفه هني. اوكي هاي اود. اوكي زيرو يعتبرونها ايفنت. ها شباب الزيرو يعتبرونها ايفنت. انها زيرو وان. اوكي هو على حسب الارقام ذلين. خلنا نعكس، ما بيفرق، خلنا نعكس وخلاص. إذا عكسنا أعتقد بينضبط، لأنه هما شنو راحوا على الأرقام الهاي، فمو مشكلة بس نعكس بصير أوكي. الحين أوكي 0.4 0.54 1.5 نفس الأرقام اللي هم حاطين، حتى آخر رقم 20. أوبس آخر رقم كم صار؟ صارت الخربطة. كم رقم احنا حطينا؟ اوكي خلينا نبتدي من الصفر. الظاهر السالفة كذي، خلينا نبتدي من الصفر ونشوف. الحين اوكي من اول واحدة تصير خصمه. هاي المشكلة اذا يعطونك ديتا ناقصة هايوة ما تقدر تصيد الحط انه شنو اللي فكروا فيها، ولكن المعادلة بتكون كذي. أقرب شيء العكس. هاي أقرب شوية أتوقع حق الحل. خلنا نشوف هاي أقرب شيء. أتوقع هاي أقرب شيء يمكن حق الحل. يا ساعات الأوتبوت مالهم غلط ما يندرى. خلنا نشوف إذا 1 لازم نعتبرها، لازم نبدي من 1 أصلا، لكن 1 ما له شغل. 1 إحنا الرقم 1 مو الإندكس. إندكس 0 اعتبره إيه؟ اعتبره إيفنت. نشيل هنا 0 نعتبر 1 زين. الصفر نعتبره شكلي قاعد اروح على الاندكس. اوكي قاعد اروح على الاندكس، مفترض اروح على الرقم من كذي. تمام الحين اوكي بنقول له ارت وشكل لازم اروح على الرقم مو على الاندكس. خلينا نشوف هنا حدد لي. اوكي قال لي مو على الاندكس. الحين نعكس بصير اوكي. مفترض الحين نعكس بصير اوكي. اوكي صار اوكي الحين، لان ليش مفترض نروح على الرقم بالضبط. خلنا ناخذ هالعبارة هنا صارت اوكي. تمام هاي شنو اود؟ اي هاي اود اوت قسمه، وهاي بالضبط صايره نفس الديتا اللي مفترض تكون اللي هو 48. تمام نفسها بالضبط لان الرقم مو لان الاندكس. اوكي ويا شباب هاي ما بحلها لان ما عرفت المعادله صراحه. حاولت اطلع الارقام ما عرفت. اذا حصلتوا لها معادله ان شلون تنحل خبروني، لان ما عرفت شلون المعادلة وما نبي نضيع وقت. فخلنا ندش في 2 دايمنشن. تبغون الحين احل 2 دايمنشن ولا تبغونها بكرة؟ شوف هني 7 من 7 الى 11. ها شباب تبون
تبون احلها اليوم ولا بكرة، او نحل سؤال واحد وبكرة نكمل عليها؟ خبروني شباب، تبون بكرة بعد؟ زين.